مرحبا مسيو. اهلا وسهلا. لاباس؟ الحمد لله. عرفنا عليك. انا مغربي، اعيش في فرنسا لمده اكثر من 30 سنه. جيت لتونس في ليزاني 1990 وعجبتني تونس وخدمت فيها شويه مع لي زالمون ايسي. شني خدمت؟ الكرهب، الكونترول تكنيك، يعني مركز تقني لتفحيص السيارات، لفحص السيارات. وبذلك عجبني تونس بزاف ورجعت لينا والزوجه ديالي باش نشوفوه. في العوام السابقه القديمه اللي كنت تحكي عليها كنت وحدك معناها هنا في تونس؟ جيت وحدي. كنت مزوج لكني وحدي للعمل. مدام هاي بحذينا في الكواليس، اول مره تجي هي؟ هي اول نوبه تجي وكان عندي شوق باش نجيبها لتونس باش نعملها زياره باش تشوف هذه المدينه كم شحال هي جميله جدا وماليها كره ماء. قداش عندكم اللي جيتوا هنا في تونس؟ نعم، قداش عندكم اللي جيتوا هنا في تونس؟ اسبوع ان شاء الله، نبقوا اسبوع. سي صح. وين هزيتها بالضبط المدام؟ ها؟ وين هزيتها حوست بها؟ غادي نحوسوا ان شاء الله في الحمامات، في قابس، في تون، في صفاقس، بوكو با، اون فيغ ان بتي تور. ان شاء الله نعملوا واحد الدوره باش نشوفوا المدن التونسيه الجميله ومنها تونس العاصمه. اكثر المدن اللي عجبتك في تونس بالطبيعه؟ حمامات، سوسة، قروان، فوالا. اي بي الكاف، باسكو الكاف مشيت ليها باش نعمل، وناسها مزيانين والهواء ديالها جميل، جبلي. نحكي توا على تجربتك في انك تمشي لفرنسا وتعيش غاديك او تستقر غاديك. انا فرنسا سيتي في الاول سيتي بوغ يعني للدراسه واللي مشاكل اقتصاديه كما تعرفوا في المغرب العربي. حاولت نبقى في فرنسا لانه المستوى الدراسي ديالي ما مهدليش الطرق باش نبقى في بلادي المغرب. ما مهدليش لانه اول ما جيت افيك معايا دبلوم ومعايا شهادات كبار قالوا لي انه انت ما عندكش مكانه هنا بالعلم ديالك. رجعت الى فرنسا واستقرت تما وتزوجت وعملت وليدات فوالا عملت حياتي، ولكني بلادي احسن. وكان عندي الاختيار ما كاينش احسن بلادنا. من وين انت؟ من المغرب تحديدا؟ انا من المغرب، من فاس، مدينه فاس، المدينه العتيقه اللي فيها القرويين، جامع القرويين، اكبر جامعه اسلاميه عربيه هي جامع القرويين. وان شاء الله غادي نجيب الزوجه ديالي تشوف عندكم هنا واحد المسجد كبير، واحد الجامعه حتى هي سميتها قروالة. عندكم واحد هاد جامع الزيتونة معروفة عندنا حتى في المغرب وفيها علماء كبار، وبغيت نزورها حتى هي إن شاء الله. مشيت غاديكا لفرنسا، سهل الاستقرار غاديكا؟ سهل التأقلم ولا صعيب من الأول بالطبيعة نحكي؟ في فرنسا كاين نوعان، النوع الذي يتمقلم مع الحضارة الأوروبية، الناس اللي ما باغينش الحضارة الأوروبية وبغا يبقاو كأنهم نفس العادة في بلادهم، وهذا مشكل. علاش؟ لأنه ما يتقبلوش الآخرين. الفرنسيين ما تيتقبلوش بعد النوبات الإنسان اللي ما تيبغيش ينسجم ويكون يعني كومون بالفرنسية تنقولوا إلي انتيغري، لو مو انتيغراسيون بالعربيه. هذا الانسجام، هذا الانسجام كاين اللي ما يقدش عليه،
وكل اللي مع الدراسه ما انسان تيتقف وتولي فو سادابتي وفو سادابتي سون ريان دوموندي اون ايشانج باسكو يعني بدون تعويض كاين اللي تيبغي يتمقلم وياخذ المسائل الخايبه بحال دابا يجي ويشرب الخمر ويبين راسو بانه يمونج دو بور ياكل حلوف وياكل الاكل زعما كانه زعما اوروباوي زعما عادي هذه القضيه دي ماشي تماقلم هذا تتسمى مسائل غير عاديه تماقلم انسان خصو يكون قابض في دينه وقابض في التقاليد ديالو ولكن يمشي في الطريق اللي بغى يمشي فيها هو. حافظت على العادات والتقاليد نتاعك بينما انت معناها في بلد ماهوش حامل للعادات والتقاليد نفسها. لكن يمكن لي وي واخا نمنوع الذبيحه ديال العيد تنذبحوا كوميم وتنحاولوا نشوفوا طرق سليمه باش ما نقلقوش الفرنسيين وباش العاده ديال ليجيان ديالهم تقول لك احنا ما عندكش حق تذبح في دارك دوز القرنه ما كاين مشكل ندوزو القرنة ونذبحو ونعملو العيد ونعملو تقاليد ونمشيو للمساجد عندنا المساجد عندنا كلشي وخا صغاورين وخا سون با كونفورتابل ولا شي حاجة الحمد لله كاينين ولا بالنسبة لأبنائك الأبناء مشكل عويص جدا لأنه الأبناء ديالك ما يمكنكش تحكم فيهم عندك واحد المدرسة اللي كونديسيون عندك أنت تربي في الدار والشيء الجميل هو متي يمكننا ننجحوا في هذه العمليه هذه ما بين الدار وما بين الاكستيريور والمدرسه هذا شيء جميل ولكن شكون اللي يغلب ما يمكنليش المحيط الخارجي ولا المحيط الداخلي اللي هو الاسره ليش نحكم على 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 شكون اللي يغلب باسكو على حسب الابنه ولا الابن واش عنده شخصيه ديالو تيجعلها تكون قويه او لا تيقول لك انا خصني ندير بحال الاخرين بحال الاخرين باش يتسمى منهم وكما تعلمون ان الشباب متاثر وفخاشي تيشوف راسو بانه محيوز وحده تيقول انا نتقدم ونعمل بحالهم باش يقبلوني الوغ هذا خطا مثلا ولادك يحكيو بالعربي مليح ولادي في الدار يحكيو بالعربي فعلى برا يحكيو في الفرنساوي والدين بالعربي لما فهموش نجيب لهم القرآن بالفرنسي باش يكون عندهم شويه ديال الاجتهاد فرنسي عربي ما لقيتش شويه مشكله في انك تفهمهم مشكل وقت انه المدام خدامين وما تندخلوا في الليل كل هاي تبقى الويكاند ولا لي فاكونس تنحاولوا ما امكننا نعطيهم هذاك الشيء اللي خصنا نعطيهم بواحد الصيف بواحد الطريقه زعما جميله بلا ما تكون عنفيه ولا قويه ولا ما ودي اشنو قال الله اشنو قال الرسول وهذاك الضحك ونمشيو في الاحاديث الجميله وش يقول القران الكريم تنقول لهم شوفوا كاين شي مسائل ما كايناش الا في هذا القران ها هي بحالاش نعطيهم الامثله ديال الحكايات اللي مذكورين في القران ايات ديال سيدنا يوسف سيدنا ابراهيم لو تقيم روحك بنسبه قديش انت تسمى نجحت في انك تربي ولادك على العادات والتقاليد العربيه والاسلاميه 99% ما نقولش 100% لانه اعوذ بالله من قوت انا الحمد لله 99% بطبيعه الحال غاساكي غيسى رب العالمين الزوجة ديالي الصالحة نخلي لك كلمة الختام شنو تحب تقول كلمة الختام نطلبوا إن شاء الله الشباب ديالنا المغاربة كلهم توانسة الجزائر المغاربة يوصلوا واحد النتيجة ديال أنه العلم هو كل شيء ويجتهدوا ويخدموا وما يقلبوش باش يمشيوا فرنسا هي باش يخدموا ولا يحرقوا ولا يمشيوا هباء منثورا في هاد الشباب ديالهم الشباب ديالهم اغنى شيء عندهم هو الشباب وخساره الانسان يكون عنده واحد الشباب جميل ويضيعوا بالمسائل التافهه
خصو الانسان يجتهد ويقرا ويتبع دينه، ولا يمكن له يخرج باش يكمل الامتحانات ديالو والدراسه ديالو. ما كاك قال لك تبعوا العلم من المهدي الى اللحدي، دونك فما كان. شكرا، مرحبا بكم مره. بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك.